القطاع العام في القطاع عقدت هيئة العمل الوطني في ضوء القرار المفاجئ لحكومة التوافق الوطني بإجراء خصومات مالية كبيرة مست موظفي القطاع العام في قطاع غزة، عقدت هيئة العمل الوطني الفلسطيني في القطاع اجتماعاً هاماً وأكدت على ما يلي: أولاً، عبرت هيئة العمل الوطني عن رفضها الشديد لهذا الإجراء، معتبرة إياه يفتقد لأي أساس قانوني، بالإضافة إلى افتقاده لأي أبعاد وطنية واجتماعية. ثانياً، ترفض هيئة العمل الوطني كافة التبريرات التي قدمتها الحكومة، سواء ردة فعلها على ما تقوم به حركة حماس في قطاع غزة، أو الأزمة المالية التي تريد تحميل وزرها لموظفي القطاع العام في غزة، بما يمثل تمييزاً واضحاً بين أبناء شعبنا الفلسطيني الواحد. ثلاثة، تحذر هيئة العمل الوطني من المخاطر السياسية المترتبة على هذه الخطوة، وترى فيها إسهاماً في خلق وتوسيع القاعدة الاجتماعية لتحويل الانقسام إلى انفصال تام يتقاطع مع المشاريع المطروحة للحل الإقليمي. رابعاً، تدعو هيئة العمل الوطني اللجنة التنفيذية وهيئة الكتل البرلمانية لاجتماعات عاجلة وممارسة دورها بالضغط على الحكومة للتراجع عن قرارها، كما تدعو أبناء شعبنا في الضفة للتحرك من أجل إنقاذ المشروع الوطني وضمان وحدته. تعلن هيئة العمل الوطني أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات كافة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على وحدة الوطن والشعب وحقوق المواطنين كافة. فإن هيئة العمل الوطني الفلسطيني في قطاع غزة تتوجه للسيد الرئيس أبو مازن بالتدخل الفوري لوقف هذا الإجراء التعسفي بكل ما ينطوي عليه من محاذير ومخاطر سياسية واجتماعية واقتصادية.